مشاهدينا، بعد هذه الأخبار نبتدي الحديث موضوع حلقتنا واللي بنتكلم فيه عن أمراض الروماتيزم. يسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا في البرنامج من خلال استقبال مكالماتكم والرد عليها من خلال ضيفنا في الاستوديو اللي هي الدكتورة سعدية ناجي عبد الكريم، استشاري أمراض الباطنية والروماتيزم ورئيس وحدة الروماتيزم بمجمع السلمانية الطبي. مساك الله بالخير دكتورة. مساء النور، مرحبا فيك في استوديو سعد الطبي. ثانك يو حق هالإضافة، إن شاء الله تكون ساعة مفيدة إن شاء الله. شكرا لك دكتورة. دكتورة، في البداية لو بغينا نعرف المشاهدين عن الأمراض الروماتيزمية من الناحية الطبية، يعني احنا نسمع كلمة روماتيزم قد يتداولها المرضى ويكون في لغط بينها وبين الأمراض الأخرى، فما هي أمراض الروماتيزم وما هي علاقتها بالأمراض المناعية الذاتية بشكل عام؟ أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا تكلمنا في هذا الموضوع في ريمبر من 3 سنوات. نعم. فحلو لأن الموضوع قاعد يزيد على مستوى العالم، ان احنا نذكر الناس يعني نوعيهم عن ما هي الامراض الروماتيزميه. الامراض الروماتيزميه هي الامراض المناعيه، يعني الامراض الروماتيزميه لا تقتصر على المفاصل مثل الفكره السائده عند الناس. الامراض الروماتيزميه هي عباره عن مجموعه من الامراض المناعيه الذاتيه. الخلل يبدا في الاميون سيستم، في جهاز المناعي للانسان. في بعض الناس عندهم قابليه جينيه، خلينا نقول جينيتيكلي بريديسبوزد، ينطرون الحافز البيئي. طبعا الحوافز البيئيه او المحفزات ما نعرفها كلها، ولكن الاغلب احنا تكلمنا عن التدخين، تكلمنا عن السمنه، تكلمنا عن البروسيس فود واشياء الفيروسز بكتيريا. فهاي المحفزات الخارجية تنشط الجهاز المناعي في هاي الفئة من الناس، بحيث أن تطلع أجسام مضادة تهاجم نفسها، يعني الجسم يهاجم نفسه بسبب خلل في الجهاز المناعي. دكتورة، كلمينا عن معدل انتشار الأمراض الروماتيزمية، وش كثر يترددون عليكم في العيادة، وشنو أكثر مرض يتردد عليكم؟ طبعا احنا للاسف ما عندنا ريجستري في البحرين، يمكن لان عندنا، يمكن احنا حتى مقارنه بدول الخليج عندنا نقص في عدد الاستشاريين، بس ان شاء الله الامور قاعده تتحسن والريجستري اوريدي ستارتد، يعني بدانا، بس ان شاء الله بنحصل الارقام يمكن خلال سنه او سنتين. لو نتكلم وورلد وايد، احنا مثل ما قلنا ان لو نقول مثلا في يو اس الامراض الروماتيزميه بشكل عام، او لو يعني لو بنتكلم عن الروماتويد وهو احد انواع الامراض الروماتيزميه، بشكل تقريبا 0.5 الى 1%. نشوف نفس المرض مثلا في استراليا يزيد الى 2%، لو نروح للسعوديه نشوفه الى 1.1%. فالجيوغرافيك، يعني حتى توزيعه يعني الجلوب تختلف نسبة أو تتفاوت نسبة الأمراض الروماتيزمية وشدتها، يعني ممكن نشوف أن بعض الأنواع الروماتيزمية في هذا البلد أكثر شدة من البلد الثاني. فيما يتعلق بال يعني البحرين، أو خلنا نقول مستشفى السلمانية، بما أنه يستقطب معظم الـ أو مو معظم كل الـ population تقريبا 1,600,000، أكثر أمراض نشوفها خلنا نقول يومياً وتشخص حالات جديدة أسبوعياً هي مرض الروماتويد، اللي هو التهاب المفاصل الرثوي، مو بالروماتيزم. الروماتويد هو أحد أنواع الأمراض الروماتيزمية. عندنا التهاب الفقار اللاصق، اللي يكون قد يكون أنكيلوزينج سبوندلايتس بروحة، أو أنه يكون جزء من مرض الصدفية. عندنا تقريباً فوق 2,000 مريض صدفية في البحرين، شفنا تقريباً منهم يعني خلنا نقول أقل من النص تقريبا مصابين بروماتيزم الصدفية. نعم. اللي يسبب التهاب الفقار اللاصق أو حتى التهابات مفصلية تشابه الروماتويد. وعندنا الذئبة الحمراء. نعم. طبعا بدأنا نشوف الأوتو إميون في الفترة الأخيرة أكثر. نعم. السؤال ليش الحين؟ هل الوعي زاد؟ هل طرق التشخيص تطورت؟ أو إن فعلا الانفيرومنتال فاكتورز، العوامل الخارجية، زادت في هاي الزمن فزادت الحالات؟ نعم. فما زال هاي السؤال نوبدي، يعني حتى مو بس على مستوى البحرين، على مستوى العالم هالسؤال ما في إجابة للحين، والدراسات ما زالت قائمة. يمكن دكتورة احنا بندش في الحديث والنقاش عن هذا الموضوع أكثر من خلال الحلقة. دكتورة، أنت تفضلت وخبرتينا أن هناك فرق بين الروماتويد والروماتيزم، وتفضلتي مشكورة وشرحتي شنو هو الروماتويد، بس فقط للتذكير يعني للمشاهدين، قد يكون هناك لغط بين المصطلحين خاصة أنهم متشابهين يعني. صح. فما هو الفرق بين الروماتويد والروماتيزم؟ احنا قلنا ان الامراض الروماتيزمية هي الامراض المناعية، ويندرج تحتها فوق 100 نوع. احد هاي الانواع مرض الروماتويد. طبعا مرض الروماتويد له انواع، في الروماتويد السلبي، في الروماتويد الموجب. طبعا السلبي والموجب بحسب الاجسام المضادة اذا كانت موجودة في الدم. الامراض الثانية اللي قد تشبه، يعني في بعض المرضى ان
البيهيفير نفس الروماتويد، لكن يعني يونت العيادة بالتهاب في المفاصل وتشبه التهاب الروماتويد، لكن تكون أمراض روماتيزمية ثانية. فالروماتويد أحد أنواع الروماتيزم. الأمراض الروماتيزمية. دكتورة كلمينا عن أعراض الشخص اللي يعاني من مرض روماتويد، بما أنه هو أكثر شيوعاً خلينا نتكلم عنه في البداية، بعدين نتكلم عن الأقل شيوعاً. أوكي، مرض الروماتويد أو التهاب المفاصل الرثوي أو الرثائي باللغة العربية. طبعاً قبل الكلاسيكال، إحنا في عندنا نكون محظوظين إذا المريض يانا بالصورة الكلاسيكال، إنه يينا بالمفاصل يقول لنا والله عنده التهاب أو تنفخات أو آلام أو تيبس صباحي، يكون الأغلب في فترة الصباح ويستمر. يعني لما المريض يقول لي 5 إلى 10 دقائق ما خاف، لكن لما يقول لي أكثر من 45 دقيقة فيها انتفاخات لا، لازم أحط بالي. طبعاً مرض الروماتويد الأيج ما له بريفالنس، يعني ممكن تشوفه في صغار السن حتى، يعني اللي أمرهم بضع شهور نسميه جوفينايل، أو ممكن يكون الكبار، وممكن حتى يكون في سن 60 و70 تكون بداية الروماتويد. فالعمر ما نعتمد عليه وايد، لكن أكثر شيء التريك إنه early morning، تكون الأعراض صباحية، المريض يبدي بتصلب في انتفاخ في المفاصل. طبعا هاي الكلاسيكالية اللي هي مفاصل الإيد، لكن ممكن تكون حالات غير شيوعا، هي مثلا يجينا المريض بالتهاب أو انتفاخ في الركبة أو انتفاخ في الكوع أو انتفاخ في الكاحل، يعني أي مفصل في الجسم معرض أنه يصاب بالتهاب في مرض الروماتويد. مشكلة الروماتويد مو بس في المفاصل، يعني المريض بسم الله عليه ما راح يموت من المفاصل. أوكي، عدم علاجها قد يؤدي إلى تشوهات في المفاصل وبيأثر على حياته العملية، مزاولة أموره اليومية. لكن اللي نخاف منه السيستمك، الأعضاء الثانية، لأن مثل ما قلنا الخلل في الإميون سيستم، فممكن أي عضو في الجسم يتأثر. وإحنا دائما نخاف من الرئة. طبعا الرئة خلنا نقول العضو الثاني بعد المفاصل في مرض الروماتويد، ممكن يصابون بتليف في الرئة، وفي بعض الحالات للأسف يونا مثلا في مرحلة متأخرة اللي حتى التليف ما له علاج، لكن إذا جات في فترات يعني في البدايات الحمد لله العلاج متوفر، وعندنا وايد مرضى روماتويد مصابين في بداية التهاب رئوي أو تليف رئوي ويتم العلاج والحمد لله ولا كأنه في شيء. الأشياء الثانية اللي نشوفها في مرضى الروماتويد التصلب الشرايين، يعني تشوف مريض روماتويد عمره صغير لكن معرض إلى تجلطات قبل غيره أو أصغر من النورمال بوبوليشن، يعني مثلا يصير جلطة في القلب، جلطة في الدماغ، جلطة في الساق. ليش؟ لأنه يصير عندهم تصلب شرايين مبكر بسبب التهاب الروماتيزم المستمر، فيسبب التهاب في الأوعية الدموية. أيضا في مرض الروماتويد يكونون معرضين حق هشاشة العظام أو ترقق العظام قبل غيرهم أو أكثر من غيرهم، ممكن التهابات في العين. والمميز في الروماتيزم إن مثلا التهاب العين في الروماتويد يختلف عن التهاب العين خلنا نقول في مرض بهجت، ولا التهاب العين في مرض الذئبة الحمراء، أو التهاب العين في الصدفية. التهاب العين في الروماتويد إحنا يكون مركز فقط في السكليرا والإبسكليرا اللي هي في البياض، ما يأثر على القزحية، ما يأثر على الشبكية إلا إذا فعلا أدفانست، يعني في الحالات النادرة. لكن حتى الالتهاب اللي تسبب الروماتويد في العين يكون سبيسيفيك، يعني يكون عضو أو جزء معين من العين. فهاي مشكلة الروماتويد، إن it's not a يعني هي مو مشكلة مفاصل فقط، وإنما الجسم يعني من head to toe، يعني من الرأس إلى القدم. دكتورة يمكن يعني تفضلتي وخبرتينا عن أعراض الروماتويد وبعض أعراض الأمراض الروماتيزمية الأخرى، يمكن بندش بتفاصيل أكثر فيها بعدين في الحلقة، بس إحنا إذا بركز على الروماتويد فقط كأكثر يمكن الأمراض الروماتيزمية شيوعا، شنو هي الأساليب التشخيصية اللي تستخدمونها على أساس تشخيص هذا المرض؟ أوكي، أول شيء التاريخ المرضي الهيستوري، يعني لازم نبدأ سيستماتيك، يعني ألف من الواحد إلى يعني 1 2 3. فأول شيء تسمع المريض، لازم تسمع المريض، لأن مجرد وصف المريض للأعراض اللي يعاني منها بيخليك تفكر أي مرض روماتيزمي يعاني منه، وإذا أصلاً كان يعاني من مرض روماتيزمي. لأن عندنا شبيهات وايد حق الأمراض الروماتيزمية، يعني في عندنا بعض أنواع من الالتهابات، بعض أنواع من الأورام والسرطانات ممكن تأخذ نفس السلوك الأمراض المناعية والروماتيزمية. فممكن المريض يضيع في النص إذا تم بس مجرد والله التهاب مفاصل وبدأت أدوية روماتيزم بدون ما تأخذ تفاصيل عن التاريخ المرضي، تاريخ العائلة. بعد الهيستوري أو أنك تتكلم مع المريض،
تنتقل إلى الفحص السريري. في بعض المرضى يعاني من آلام في المفاصل، لكن لما تفحص ما في التهاب مفاصل. أوكي، ألم المفصل لا يعني التهاب المفصل، وهي دورك أنت كطبيب تحدد فعلا هل في التهاب أو لا، لأن إذا ما في ألم في مسببات ثانية سيستمك، يعني ممكن المريض مجرد نقص فيتامين د، أو ممكن يكون مثلا مريض سكر يحتاج يضبط السكري، أو ممكن مريض مجرد يعني تعب أو إرهاق، فلازم نفحص علشان نتأكد من وجود الالتهاب أو لا. وفحص المريض الروماتويد ما تفحص المفاصل فقط، لازم تسمع الرئة، تسمع القلب، تفحص على البطن، تشوف الساقين، يعني تفحص الجسم بشكل عام، لأن ساعات المريض يعاني من بعض الأعراض ما يقول لك إياها، يعتقد إن ما لها خص في الروماتيزم، بس أنت لما يعني تأخذ الأسئلة منه أو تفحص عليه حزتها تقدر تأخذ الصورة كاملة. الخطوة الأخيرة هي الفحوصات الدم. للأسف نشوف بعض الأطباء يبدؤون بالعكس، فحوصات الدم، عندي ألم مفاصل أوكي بطلب لك روماتويد فاكتور، it will confuse، هاي بيضيعك أكثر. لأن حتى لو عند الجسم المضاد موجود في الدم لا يعني وجود المرض. يعني أنا لازم يكون عندي clinical setting، إذا ما عندي التهاب في المفاصل ما يهمني الروماتويد فاكتور كان موجود في الدم. طبعا يعني احنا نعالج الاعراض وليس فقط بالضبط، يعني الاجسام المضاده قد تكون موجوده في الدم لكن ما سببت المرض، فلازم نطلب الفحوصات على حسب انت تقييمك كطبيب بعد ما تاخذ تاريخ المرض وتفحص على المريض. ولازم تبدا بالاشياء الاساسيه، يعني ما يبدون بالاجسام المضاده، لازم يبدون بالسكر، بالغده، بالفقر الدم، الاشياء ميتابوليك قبل لا يبدون في الاشياء اللي شويه مور سبيسيفيك. دكتورة شنو بروتوكول العلاج المتبع لعلاج مرض الروماتويد؟ أوكي، إحنا عندنا الروماتويد في بعض، طبعاً خلنا نقول هاي المريض روماتويد، طبعاً شدة الروماتويد تختلف من مريض لثاني. في مرضى ردي يكونون إيروسيف، يعني بدت عندهم تآكل المفاصل لأن أهما شافوا الطبيب متأخر، لأن التآكل ما راح يبدي إلا بعد 2 إلى 3، ما راح يبدي في شهور. فهاي النوع من الـ او مثلا عندنا في مثل ما نقول علامات يعني تعطيك احتماليه ان هاي الروماتويد بيكون شديد، يعني مثلا الروماتويد فاكتور والسي سي بي او يعني الاجسام المضاده مرتفعه، او في تغيرات في الرئه، فهاي راح يحدد لك العلاج اللي راح تبدينه. فالعلاج غير موحد بالنسبه لمرضى الروماتويد، وانما يختلف من شخص لثاني. لكن البروتوكول الاساسي طبعا احنا نتبع الجامعه الاوروبيه اليولار والامريكان، وهم متفقين على نفس الجايد لاينز، يعني المتبعه عالميا نتبعها في السلمانيه، والحمد لله معظم الادويه البيولوجيه موجوده والديمارس. طبعا العلاج البيولوجي الخطوه الثانيه، الخطوه الاولى نسميها الديمارس اللي هي الادويه ضد الروماتيزم، اللي هي في بعض منها ادويه ضد الالتهاب اللي هي مثل الهيدروكسيكلوروكوين، وعندنا الميثوتروكسيت اللي يعتبر دواء مناعي، طبعا يستخدم في الاورام ولكن نستخدمه احنا بجرعات جدا مختلفه. ونقيم الوضع من 3 to 6 months، في حال ان المريض ما زالت الحاله نشطه ننتقل الى العلاجات البيولوجيه. دكتور عندنا اتصال، ناخذ اتصال نكمل الحديث. مساء الخير. الخير، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه. مين معنا؟ معكم ابو احمد. تفضل ابو احمد، دكتوره تسمعك. بس انا حابة اسال الدكتوره. ايه انا اشتغل شيف في احد الفنادق في البحرين لمده 10 سنوات. اوكي، ووصلت التهاب مفاصل روماتيزيوم من كثرة الوقوف بالوقوف، ورحت وتالي قمت سافرت له برا البحرين. اوكي، وكتب لي الدكتور عن حقنة بنسلين لمدة 3 شهور. نعم. قال لي الدكتور هاي الحقنة تستعملها لمدة 3 شهور، إذا ما نفعت راح نعطيك إبرة الكيرتيزون. نعم. أنا حابة أسأل الدكتورة شنو أفضل، إبرة البنسلين أو إبرة الكيرتيزون؟ الفولترين؟ لا لا لا، إبرة الكيرتيزون. كيرتيزون. كورتيزون. إي. اوكي، انا شوي الصوت عندي مشكله ابو احمد، بس اللي فهمته انك عندك تعاني من الم وقال لك بيعطونك، وين الالم بالضبط مره ثانيه لو تقول لنا؟ الالم عندي في التهاب المفاصل مني صوب الرجل اليمنى. صوب الرجل اليسار؟ الرجل اليمنى. رجل اليمنى. اليمنى. نعم. اليمنى. في وين؟ في اصابع الريل ولا فوق؟ اصابع الريل. اصابع الريل. فكتب لي حقنه البنسلين لمده 3 شهور، فقال لي إذا ما فاد نعطيك إبرة الكيرتيزون، هالكيرتيزون يستعملوه للحالات القصوى.
بس أنا حابة أسأل الدكتورة. نعم. أبوات الكورتيزون للريل هل لها أعراض جانبية أو لا؟ وشو نعم. الأفضل هي لو أبرة البنسلين؟ نعم. هل تم تشخيصك بمرض معين؟ ولا بس رحت حق الألم سووا لك أشعة ونصحوك بهاي الأدوية؟ سووا لي إكس راي. عقب الإكس راي سووا لي تحليل دم. نعم. طلعت النتيجة اللي هو بوزيتيف. ها اوكي قالوا لك ان عندك يعني في الدم بوزيتيف فاكتور روماتويد فاكتور. نعم. اوكي دكتور عندك اسئله ثانيه تحب بس ليش البنسلين قالوا بيعطونا مضاد حق التهاب المفصل؟ اعطوك مضاد ابو احمد حق الالتهاب؟ انا اعطوه قال لي بس نبتدي باللي هو بالعلاج. اعطاني فيتامين بي 12. اوكي ان شاء الله بنفيدك في جنب. اوكي يمكن نتكلم عنه بشكل شامل يعني الام مفاصل الريل يعني والسايد افكت اوف الكورتيزون يعني اوكي انا ما سمعت يعني تقريبا ثلاثة ارباع اي هو كان في مشكله شوي في الصوت في البدايه بس بعدين صار اوكي بس الفكره طبعا هو تكلم عن البنسلين ما بنفتح موضوع البنسلين الموضوع كلش غير وتشخيص غير وعاده الروماتيك فيفر اللي 5-15 سنه خلينا نتكلم عنه ندش فيه بعدين موضوع ثاني. السؤال الثاني هو قال في كاحل القدم هل يقصد النقرس او يقصد روماتويد يعني التهاب المفاصل العمر فالمهم خلنا let's assume انه هو فعلا شخص انه هو روماتويد وقالوا بيعطونا كورتيزون. مشكلة المرضى ان عندهم فوبيا من موضوع الكورتيزون. يعني اعيد واكرر الكورتيزون دواء ينقذ حياة الناس اذا استخدم بطريقة صح. فعلا كل دواء حتى البنادول اللي تاخذه لا سايد افكت لا مضاعفات اذا استخدم بطريقة خطأ. المريض لما يشخص انه روماتويد يكون عنده التهاب في المفاصل اي دواء روماتيزم راح يبدي مفعوله بعد شهر الى شهرين فانت ما راح تخلي المريض يعاني لحد ما الافكت في الادويه يبدي فشنو نعطيهم كورتيزون حل مؤقت وعاده خلال 3 شهور يسحب تدريجيا فالمفروض within 3 months تكون الادويه اخذت مفعولها نسحب الكورتيزون بشكل تدريجي هاي الاستخدام المؤقت للكورتيزون ما راح يسبب اي اعراض جانبيه تعطى بجرعات محسوبه على الوزن ويتم سحبه بصوره تدريجيه خلاص يعني احنا نخاف من الكورتيزون اللي ياخذونه سنوات طويله فعلا يسبب لهم نخر في العظام تاكل في المفاصل هشاشه عظام سكر ضغط إلى آخره بس موضوع الكورتيزون عندما يستخدم لسبب طبي يعتبر دواء مفيد فأنا بالنسبة للمريض دام أنه يعاني من التهاب المفصل لازم يأخذ في فترة هاي الكورتيزون أو بيتم يعاني يتحمل الألم مع أن تحمل الألم قد يساعد في تآكل في المفاصل نعم. فأنت ليش تتحمل الألم خذ الكورس تحت إشراف طبي لحد ما مفعول الأدوية يأخذ لها تأثير في الجسم دكتورة بما أن مرض روماتويد مرض مناعة ذاتية وخبرتينا أنه ممكن أنه يسبب مشاكل في أعضاء الجسم كامل فشنو التخصصات الطبية اللي تساعدكم أو تشارككم في علاج المريض نفسه يعني ممكن المريض يتعالج عند أكثر من طبيب وأكثر من تخصص طبي فخبرينا عن إحنا يمكن التخصص اللي نجمع كل الناس يعني مو بس الميديكال السيرجيكال هيماتولوجي الأورام العيون الكلى دائما يكون مالتي ديسبلينري تيم فريق متكامل يعني مثلا لما يجيني مريض ذئبه حمراء عنده فشل كلوي ما بقدر تو مانج هم بروحي اوكي انا اعرف هاو تو مانج والله مريض الذئبه بنحتاج لعينه بنعطي علاج كيماوي لكن من اللي راح يقيم وظائف الكلى يمكن يحتاج غسيل الاملاح حتى القرارات تكون مشتركه مثلا المريض اللي يكون عنده التهاب في العين مثلا عنده يوفيايتس واحد عنده صدفية أو التهاب فقاري لاصق عنده يوفيايتس فيري باد وان مثلا بنحتاج بيننا وبين طبيب العيون يكون في تعاون على أساس نبدل العلاج حتى بالنسبة للجراحة بالنسبة للأورام فوايد عندنا إحنا يمكن كتخصص لأن الأمراض المناعية تدخل في جميع التخصصات حتى الباطنية والجراحة والنساء والولادة حتى الأطفال لأن إحنا الأطفال المفروض البيدياتريك ايج ل 16 سنه ل 18 سنه في دول اخرى له الادوليسنس يعتبر جزء من طب الاطفال لكن احنا نشوفهم من سن ال 14 فاحنا تقريبا نعالج بعض الامراض اللي تكون في البيدياتريك ايج مثلا ميتابوليك نرجع بعد لتخصصات فجميع التخصصات داخله معنا دكتورة يمكن يعني تطرقت لإجابة هذا السؤال من خلال هذه الإجابة عن إدخال التخصصات الطبية المختلفة بس إذا يعني أحد من المرضى تم تشخيصه بهذا المرض أو كان عنده هذه الأعراض وأهمل العلاج ما توجه للطبيب شنو المضاعفات الممكن تنتج عن الروماتويد فيما يخص الروماتويد نعم.
أوكي قلناها إن مثلاً وشفنا ترى حالات مثلاً المريض أول شيء بيتم يعاني بصورة يومية الألم راح يكون مستمر وللأسف how they manage الألم يأخذون مسكنات يلي هي مثل البروفين البولترين يعتقدون إن هاي أو أقل خطورة من أدوية الروماتيزم في حين هذه يعني شفنا يركب بينزيف قرحة في المعدة فشل كلوي مضارها أكثر من أدوية الروماتويد وفي نفس الوقت ما راح توقف الألم ولا راح تمنع تطور الروماتويد تآكل في المفاصل تشوهات الحمد لله ما قمنا نشوفها لكن إذا المريض أهمل راح تؤدي إلى تشوهات تجعله خلنا نقول disabled إنه خلاص يعني نعتبره معاق طبيا إذا وصلت لمرحلة شديدة تليف الرئة طبعا تليف الرئة ممكن يوصل إلى مرحلة إنه يتم على أكسجين ثيرابي يعني سلندر الأكسجين في البيت يعني ما يقدر حتى يمشي خطوتين بدون ما يكون معه أكسجين ممكن حتى يضطر يسوي زراعة للرئة عندنا العين ممكن يفقد البصر احنا ممكن تكون بعض انواع التهابات العين في الروماتويد اللي هي نسميها نودولار سكلرايتس تكون شديده تسبب ثقب في البياض فتخيل فممكن يفقد النظر في حال انه ما عالج الروماتويد لان انت يو ار تكلينج هي مو سالفه انه بتوقف التهاب المفاصل انت قاعد تهدي الاميون سيستم انه يهاجم الاعضاء الثانيه دكتورة من الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض الروماتويد وشلون نقي نفسنا من الإصابة بهذا المرض؟ أوكي الأعمار مثل ما قلنا ما له عمر لكن خلنا نقول العشرينات إلى الخمسينات يمكن هاي الأكثر ولكن ممكن تكون في سن الأطفال وحتى في سن الكبار شلون نقي سؤال جيد هو اللي في يدنا الانفايرومنتال تريجر لازم نكون يعني مثل ما نقول لايف ستايل يعني نكون نتجنب هاي يمكن التدخين اكثر شيء او اكثر عامل محفز للاميون سيستم اللي سووا عليه دراسات وايد تجنب التدخين والتدخين نقصد حتى الباسيف سموكرز يعني انت ممكن تسال المريض انا ما ادخن بس كله يا ربع اللي يدخنون او يقول لك انا ما ادخن بس اشيش يعني او انا ما ادخن بس سيجاره في الاسبوع انت مدخن فلازم الأشياء الفاكتورز اللي في إيدك تسيطر عليها توقف تدخين تعدل أكلك شافوا إن الأكل المعلب أو البروسيست فود الفاست فود تحفز الإميون سيستم تسبب لخبطة في الإميونيتي ممكن هاي تكون سبب حق إنه تحفيز الاسترس يعني ما أعتقد أحد هالوقت إنه مو في الاسترس حتى الصغار في استرس لازم يدور طريقة يطلع التنشن والاسترس أنا دائما أقول حق مرضاي مديتيشن يوغا سوي الاشياء اللي انت تحبها طلع التنشن بطريقه ما يعني الامور اللي في يدي الانفايرومنتال العوامل الخارجيه لكن الجينيتكس للاسف ما حد يقدر يسوي فيها شيء دكتورة احنا تطرقنا في البداية عن امراض الروماتيزمية المختلفة ومن خلال الحديث تكلمنا عن الذئبة الحمراء انكلوزينج سبوندلايتس وغيره لو نركز الحين على الذئبة الحمراء ما هو مرض الذئبة الحمراء اوكي الذئبة الحمراء اجين مرض مناعي بس الناس تخاف منه أكثر يعتقدون هو يعني فكرة الذئبة الحمراء هو التهاب في الأوعية الدموية اسمه حرق صانع هاي اسم قديم طبعا على أساس أنه يسدهم البترفلاي راش والولف يعني كانت أسماء قديمة بس هو ممكن يكون بسيط جدا مجرد طفح جلدي نقص صفائح أو ممكن يكون شديد يوصل إلى فشل كلوي فهو نفس فكرة الروماتويد أحد الأمراض الروماتيزمية مرض مناعي ذاتي تطلع أوتو أنتيبوديز تهاجم أي عضو شنو الأغلب مثل ما قلت الجلد الدم صفائح الدم كريات الدم البيضاء يسبب فقر دم ساعات ممكن يسبب فشل كلوي ممكن يسبب لا سمح الله نزيف الرئة يعني ممكن يسبب التهاب في العين بس التهاب العين يختلف عن الروماتويد اللي هو اليوفيايتس ممكن يسبب التهاب في القزحية وللشبكية ونزيف في الشبكية يعني يكون شوي أشد من الروماتويد فمثل ما قلت الذئبة الحمراء مرض مناعي نفس الروماتويد ودكتورة شلون تعالجون مرض الذئبة الحمراء؟ بعد نفس الشيء على حسب الأعراض يعني والتشخيص بعد سوري بس إن نتكلم عن التشخيص والعلاج التشخيص نفس الشيء تشخيص أي مرض في الطب يعني حتى مو شرط أمراض مناعية يبدأ بالفحص السريري أو بالهيستوري يعني بتاريخ المرضي الفحص بعدين فحوصات الدم طبعا الأجسام المضادة في الذئبة الحمراء تختلف عن الأجسام المضادة في الروماتويد فكرة الروماتويد أو الذئبة الحمراء الفكرة هي إن لازم نتأكد إن المرض المناعي ما هو يا مرض مناعي آخر لأن ساعات يعتقد الطبيب إن هاي روماتويد أو هاي ذئبة حمراء وما يعرف إن معها والله في التهاب عضلي مناعي أو تصلب جلدي مناعي أو يعني ممكن تكون أكثر يعني خلطة أمراض روماتيزمية مع بعض فلما تتأكدين إن فعلا هاي بيور يعني ذئبة حمراء تحددين العضو اللي متأثر
يعني مثلا خلنا نقول مريض الذئبة سوينا له فحص الدم طلع عنده نقص في كريات الدم البيضاء، الصفائح، عنده زلال في الأبوال. طبعا نسبة الزلال على حسب قراءات معينة نحددها، نقول متى يحتاج ياخذ عينة من الكلية، ولما ناخذ عينة من الكلية نحدد درجة تأثير الذئبة ونوعية التأثير، لأن كل طريقة يختلف العلاج. ساعات المريض يحتاج علاج كيماوي سايكلوفوسفامايد، وبعدين بدي علاج مناعي مثل المايكوفينوليت أو رتوكسيماب، أو ممكن يحتاج أدوية مضادة لتجلطات الدم يكون سبب الفشل الكلوي مو التهاب مناعي، وإنما يكون في تجلطات في الأوعية الدموية للكلية. فعلى حسب العينة يحدد الخطة العلاجية. هاي مثال. إذا بس يقتصر على التهاب مفاصل يعالج مثل ما نعالج الروماتويد، ولكن ما نعطي علاج بيولوجي مشابه، لأن يعني سبحان الله الباثوفيسيولوجي في الذئبة يختلف عن الروماتويد. فإحنا عندنا جروب الأنتي تي إن إف مثلا من الأدوية البيولوجية تعطى للروماتويد، بس ما تقدرين تعطينها للذئبة، راح ينشط الذئبة. فنعطيهم علاجات بيولوجية أخرى لعلاج التهابات المفاصل، وهكذا يعني على حسب. علشان شي دكتورة التشخيص الصحيح جدا مهم. صح دكتورة، هل في فئات من المجتمع أكثر عرضة لمرض الذئبة الحمراء؟ النساء واللي عندهم مثل ما قلت العوامل الانفيرومنتال تكون أكثر، فتشوف أنه ينشط المرض. في بعض مرضى الذئبة عندهم الأجسام المضادة بس ما عندهم مرض الذئبة الحمراء، لأنه ما عندهم يعني عامل خارجي قوي يحفز الأجسام المضادة أن تهاجم، فأمورهم طيبة. بس النساء أكثر إصابة بالذئبة الحمراء وبالأمراض المناعية بشكل عام. نعم. بس في هذه الفئة اللي مثلا تفضلتي قلتي عن أمراض الروماتويد من قبل، أن هناك قد تكون يعني الأجسام المضادة موجودة في الدم ولكن ما في أعراض على الجسم، فهل يتم يعني متابعتهم؟ هل يتم إعطاء أي دواء؟ متابعة، لأن مشكلة الأمراض المناعية evolving. نعم. يعني ممكن يأخذ لها شهر، ممكن سنة، ممكن 10 سنين، ممكن never. نعم. تطلع لك أعراض جديدة. فإحنا عادة هاي النوع من الأمراض، وعلى حسب الأجسام المضادة، يعني في بعض الأجسام المضادة بالنسبة لي ما خاف منها وايد. نعم. لكن في بعض الأجسام دقيقة جدا هي بلها close follow-up مثلا كل 3 months أو كل 4 شهور. طبعا احنا حتى التشخيص ما يقتصر بس على اخذ عينات او فحوصات دم، حتى على اشعاعات مثلا التراساوند رنين، لان ساعات المريض يكون عنده الم في المفاصل، فحصك السريري ما يبين فيه سوائل في المفاصل، ولكن علامات الالتهاب مرتفعه، ESR CRP عند الار اف والسي سي بي مرتفع. فاحنا لازم ويدو بليف المريض، فش نسوي؟ نسميه سب كلينيكال، اللي ما يبين بالفحص يبين بالتلفزيون اللي هو الالتراساوند. في امور وايد يعني ممكن نحتاج فيها الرنين مثلا في مرض الذئبه الحمراء، لما يجي مثلا بتشنجات او يجي بنفس الجلطه الدماغيه في الذئبه لازم تسوي رنين، لازم تاخذ خزعه. فعندنا وايد مثل ما يقولون يعني أدوات للتشخيص، يعني ما تقتصر فقط على فحوصات الدم. دكتورة ننتقل لمرض النقرس. كلمينا عنه وشو الأعراض اللي المريض ممكن يعاني منها؟ أوكي، طبعاً النقرس لازم نعرف إنه هو مرض يصيب الرجال والنساء ما بعد. هذه التأشيرة يعني. لا، لازم يعرفون نقطة وايد مهمة، إنه هو مرض يصيب الرجال والنساء ما بعد سن اليأس. يعني المرأة في الشايلد بيرينج ايج اذا عندها الدوره الشهريه لا يمكن اصابتها بالنقرس، حتى لو كانت املاح النقرس مرتفعه. علشان كذي لازم ما نعالج ارتفاع املاح النقرس الا في حالات معينه، لما يكون عندي نوبه التهاب مفصل للنقرس بتكلم عنها، ولما يكون في حصوات في الكلى، او لما يكون المريض عنده فشل كلوي. هاي الحالات الثلاث اذا اليوريك اسيد اللي هو املاح النقرس مرتفعه ذيك الحزه نعالجها. طبعا التهاب النقرس في ناس عندهم اي الم في البكتوي الصبع هاي اي الم انه او انا صادني نقرس وشاف اليوريك اسيد مرتفع هاي نقرس، ويتم علاجه على اساس انه نقرس. الم النقرس اذا صاد المريض مستحيل ينساه مره ثانيه. يعني الانتنسيتي اوف بين شده الالم، انت لما تقولين للمريض شده الالم من 10 بيقول لك 100 من 10 اللي لدرجه انه بيروح للطوارئ، يعني هاي الالم شديد وممكن يطق اي مفصل مو شرط الصبع العود او السامبوداغرا في القدم، ممكن الكاحل، ممكن الركب، ممكن حتى عندنا نوع من امراض النقرس اللي عاده تكون في الايجين مثلا في الفلبينيين او اليابان تكون وايد شديده، بولي ارتيكولر، تكون فيري ايروسيف وفيها تاكل، فممكن يكون النقرس مرض فعلا يعني ناستي. بس بشكل عام الالام تكون في اللور لمس، يعني تكون في الكاحل، في الركبه، في اصابع القدم، يكون الالم شديد
وعادة ما يطول عن 5 إلى 7 أيام. يعني حتى لو ما أخذ بينكيلر بيقول لك المريض أنا خف بعد 3-4 أيام، بتعرف إن هاي نقرس. بس إذا قال لك والله صار له شهر، تعرف إن هاي ما كانت نوبة نقرس من الأساس. شلون التشخيص؟ طبعا الهيستوري سجستيف، لكن التشخيص مو بالهايوريك أسيد، لأن حتى لو فحصنا أملاح اليوريك أسيد أثناء النوبة ما راح تشوفينها دائما مرتفعة، لأن اليوريك أسيد يتحرك لداخل المفصل. فالتشخيص الدفنت إن نسحب ماء من المفصل الملتهب ونشوف الكريستلز اللي هي اللي تكون يعني يعني ديفينيتيف تشخيص. دكتورة، نتكلم عن أمراض روماتيزمية أخرى، لو بشكل مختصر شنو الأشياء الثانية اللي تشوفونها في العيادة؟ احنا عندنا طبعا من الاشياء اللي خلينا نقول بعد الروماتويد والذئبه، نشوف التهاب الفقار اللاصق. الالتهاب الفقار اللاصق هو صاير ممبر في فاميلي اللي احنا نسميها السيرو نيجاتيف سبونديلي ارثروباثي، فيها 4 عائلات اللي هي الانكلوزنج اللي هو التهاب الفقار اللاصق، الصدفيه، احنا عندنا صدفيه في البحرين منتشره، وعندنا التهابات القولون العصبي سواء كرونز او الالسيرتيف كولايتس والرياكتيف. ليش أنا بتكلم عن هاي الجروب؟ لأن يتميزون عن باقي جميع الأمراض الروماتيزمية إن أهما يسببون التهاب في العمود الفقري ومفصل الحوض. طبعاً الأمراض الثانية ممكن تسبب بس دي جنراتيف خشونة واحتكاك مع مر السنوات، لكن هذه لا تسبب التهاب. فشنو المريض اللي طبعاً مشكلة المرضى، طبعاً لو ما كان مثلاً صدفية أو عنده IBD هاي بتعرف تسوي لهم سكرين. بس التهاب الفقار اللاصق شنو السيمتوم اللي بيك فيها؟ باك بين. فوين بيروح اذا عنده باك بين، الم في الظهر، وين بيروح؟ بيروح المركز الصحي او بيروح لطبيب العظام. فيتم تاخر تشخيص هاي النوع من الحالات. وحتى وورد وايد وصلت من 7 إلى 11 سنة ديلي في التشخيص. فهاي يسبب شنو؟ بيسبب الانكيلوزز اللي هو نفس يعني الزوائد العظمية تتلاصق الفقرات. فطبعا الباك بين للاسف، بس الحين الحمد لله لو نقارن الحين بالسنوات الماضيه الوعي زاد سواء في الطب العائله او في العظام، والناس بدت تفهم ان باك بين لا بشوف طبيب روماتيزم. طبعا حتى الباك بين ناخذ بعد هيستوري، يعني كل البحرين عندهم باك بين، كلنا عندنا باك بين. فش اللي يميز الم الظهر في هاي النوع من الامراض الروماتيزميه؟ انه يكون اول شيء العمر، يكون عاده المريض سنه اقل من 45 سنه. اوكي، ثاني شيء تكون الاعراض صباحيه، يقول لك انا اقوم الصبح عندي تيبس، الم في الظهر، اتم نص ساعه ساعه لما اتحرك يبدا يتحسن الالم. ها بيعطيك كلو ان فعلا ممكن هاي الجروب او هاي المريض يكون عنده التهاب فقاري لاصق. احنا نسوي بعض المانوفرز اللي هي فحص السريري، باتريكسان والامور هذه، نقول والله في احتماليه، ونسوي اشعات ورنين. طبعا الاشعات لما تكون في المراحل الاولى ما راح يبين، بس اذا انا ما زلت شاكه اروح اطرش حق رنين مغناطيسي فيبين التهاب مفصل الحوض اللي هو الساكرو الياك جوينت او السباين اللي هو الظهر. ليش هاي مهم؟ لان هاي علاجه بيولوجي، ما راح ينفع فيه لا بلاكونيل ولا ميثوتروكسيت ولا كورتيزون ولا حبوب، لازم ينعطى بايولوجكس يعني علاجات بيولوجيه. نعم، يعطيك العافيه دكتوره. دكتوره عندنا اتصال، اعتقد ام يعقوب معنا، تاخذينها شريك. السلام عليكم. انقطع الاتصال مع اليوم يعقوب، ان شاء الله خيرها بغيرها. دكتورة، لو نتكلم بس عن قصص نجاح يعني تم علاجها او متابعتها عندكم في العيادة. يعني الحمد لله. هو شوفي السيستم دام عندك تيم، يعني في النهاية it's not a one يعني one man show. يعني الحمد لله في عندك فريق متكامل، تخصصات متكاملة، السيستم موجود، العلاج موجود، أكيد بتحصلين قصص نجاح وايد. يعني الحمد لله كان عندنا مرضى ذئبة حمراء على غسيل، والحمد لله رجعت حياتهم طبيعية وتزوجوا ويا أبو يهال، ونشوف مرضانا يعني السكسس مالهم كأنه نجاح لنا إحنا. مثلا المريض اللي يكون مثلا يتم سنوات يعاني من ألم في الظهر ولا تيبس، ولما تبدينا العلاج يجي يضحك في العيادة يدعي لك، أنا هاي اللي خلينا to keep going الدعوة صراحة. ف this is a success. ف it's on daily basis for everyone. يعطيكم العافيه دكتوره. ترى يمكن احنا الوقت تهمنا، بس بعطيك المجال تعطين كلمه اخيره، نصيحه اخيره حق المشاهدين. اوكي، فيما يخص الامراض الروماتيزميه اهم شيء التخوف ما له داعي. اذا عندكم اي يعني اي اعراض شاكين فيها كونسلت طبيبك، استفسر، يعني ما يحتاج ان تعيش في خوفك وتاجل التشخيص والعلاج. ودائما اقول الصحه تبدا في الوقايه، اللي هي
الالتزام بالأكل السليم، الرياضة، النفسية تكون أوكي، كل شيء راح يكون أوكي بإذن الله. نعم دكتورة، في اتصال بس ناخذه قبل ما نختم. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا حبيبي، شلونكم؟ الله يسلمك يخليك. من معانا؟ وياك مريم خزومي. تفضلي يما. حبيبي الشيخ، انا عندي ولدي سووا له فحوصات الحين، قالوا لنا في تكيس في الكلى وقالوا له فيك نقرس. نعم. ونقرس وهو عمره تقريبا 20 سنه. 20 سنه. شنو علاج النقرس؟ اوكي، ما هل شنو اعراضه؟ بس عنده الم؟ لا، هو بيني وبينك ما عنده ولا الم. اوكي ما عنده الم. ها ما عنده الم، بس لما سووا له الفحوصات مال، لان انا اوريدي عندي انا شو اسمه تكيس الكلى، فقالوا لازم تشوف عيالك، فطلع اخر الولد عندي في تكيس وفي نفس الوقت عنده نقرس. ان شاء الله. وانا خوف عليه، ما اعطيه لحم. ما عليه شر ان شاء الله يما. ان شاء الله يما بنفيدك بالاجابه، ما عليه شر ان شاء الله. شكرا على اتصالك. يمكن دكتوره بشكل مختصر ان داء النقرس تكيس في الكلى. هي دائما طبعا قالت عندها وعنده، فالاغلب تتكلم على البوليسيستيك كيدني ديزيز اللي هي اوتوسومال دومينانت. طبعا البوليسيستيك ممكن المريض تكون وظيفه الكليه طبيعيه. فاذا وظيفه الكليه طبيعيه مو مهم ان اليوريك اسيد يكون مرتفع، لكن اذا مثل ما قلنا ستيج 3 او 4 يعني وظائف الكليه كومبرومايزد شوي، واحد خايف تو بروتكت الكيدني، لازم عشان نحافظ على الكليه لازم يعالج اليوريك اسيد. طبعا اول شيء الدايت اللي هو لو بيورين دايت، فيحول الى اخصائيه تغذيه عشان تشرح له الاكل اللي لازم يقلل منه، ما نقول يمتنع وانما يقلل، والزايلوريك اللي هو الالوبيورينول نبديه، ونتابع نسبه اليوريك اسيد مع وظائف الكلى، يعني ما يكون اليوريك اسيد بروحه بدون ما نشوف وظائف الكليه. شكرا جزيلا لك دكتوره على المعلومات المفيده يعني، والوقت الشيق. سعيده اني كنت معاكم للمره الثانيه، وان شاء الله من نجاح الاخر. الله يسلمك ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا، اتمنى انكم استمتعتوا اليوم في البرنامج وحصلتوا الرد على استفساراتكم حول الامراض الروماتيزميه. في الختام طبعا نشكر ضيفتنا الدكتوره سعديه ناجي عبد الكريم، استشاريه امراض الباطنيه والروماتيزم ورئيس وحده الروماتيزم بمجمع السلمانيه الطبي، على الحضور والمعلومات، ولنا لقاء يتجدد معاكم اعزائنا المشاهدين الاسبوع القادم. تصبحون على خير.